لغة واحدة، تاريخ مشرف، مصير واحد، تحاور بلا انقطاع، تجاذب لا تنافر. على قلب رجل واحد مستمرون نحو الهدف تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي. المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة بالقاهرة يومي 14 و15 من شهر أكتوبر 2018.